السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج علمك شوف. يا حيا الله كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في وبرنامج علمك شوف. مشاهدينا، احنا البارحة كنا بدعوة من منتدى همم لندوة بعنوان الشهداء أحياء بيننا بحقوقهم أحياء عند ربهم يرزقون. كانت ضيفة الندوة السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، رئيسة مؤسسة الشهداء. وبحكم أنه إحنا من مدة كانت عندنا حلقة عن حقوق الشهداء وحقوق ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية وجرحى العمليات العسكرية أيضا، فكنا أول الحاضرين صراحة لهذه الندوة، وكنا جدا يعني حرصة إدارة القناة وإحنا القائمين على البرنامج أنه نروح لهذه الندوة حتى يكون لنا حديث بالمباشر مع السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري. لذلك احنا البارحة كنا بمؤسسة الشهداء وصورنا من قلب مؤسسة الشهداء، واليوم راح تستكمل او نستكمل تغطيتنا حول الموضوع بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في وبرنامج علمك شوف. أرقامنا ظاهرة أو راح تظهر أسفل الشاشة للاتصال ومشاركتنا بمحورنا هذا اليوم، وخصوصا احنا راح نتحدث عن حقوق ذوي الشهداء المعلقة واللي لساتها بانتظار رحمة الحكومة. أرقامنا مفتوحة أمامكم للاتصال، وأيضا نقدر نقرأ كل كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج علمك شوف. مشاهدينا، البارحة بعد ما رحنا وحضرنا الندوة وسمعنا الحديث اللي دار، تبينت عندنا أرقام مخيفة صراحة. يعني ذكرت، ونقلا عن السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، ذكرت أنه ما يقارب 10,000 عائلة شهيد لحد هذه اللحظة ما مستلمة أيا من حقوقها، وما يقارب 90,000 جريح لحد هذه اللحظة ما مستلم أي من حقوقه. احنا اليوم من رحنا وحضرنا هذه الندوة كان هدفنا الأول أنه ننقل صوت الشعب، ننقل صوت المواطنين، وكل الأسئلة اللي سألناها كانت هي أسئلة أخذناها من البرنامج، من الحلقة السابقة، من اتصالاتكم ومن تعليقاتكم، كان هذا صلب أسئلتنا اللي سألناها بخلال هذه الندوة. لذلك انه هذه الارقام احنا نحب ننقل لكم الارقام اللي سمعناها يوم امس. ذكرت ايضا السيده ناجحه عبد الامير رئيسه مؤسسه الشهداء انه المؤسسه مطلوبه ما يقارب 7 تريليون دينار عراقي للمؤسسات الاخرى، وطلبت من الحكومة أنه يبنون وحدات سكنية لذوي الشهداء، لكن الحكومة قالت لهم احنا ما عندنا هذه الإمكانية أنه حتى نبني وحدات سكنية. لذلك طلبوا أنه وحدات سكنية بمجمع بسماية، ومثل ما ذكرت ناجحة عبد الأمير الشمري تقول وأنا أقتبس من حديثها يوم أمس أنه أنا طلبت 4,000 وحدة سكنية، تفاجأت أنه الحكومة خصصت لي 250 وحدة سكنية،
فقط. عندنا الأخت علقت لنا على البث المباشر على الفيسبوك آهات الزمن، وعليكم السلام. عليكم عليكم السلام. عندي أخويا استشهد من عام 2006 ولحد هسه ما مستلمة قطعة أرض. نرجع نقول للحديث اللي سمعناه والأرقام اللي سمعناها يوم أمس إنه ما يقارب 10,000 عائلة شهيد بسبب الميزانية وسبب الأمور المتعلقة بأموال الدولة، لحد هذه اللحظة ما مستلمين أي من حقوقهم الواجب عليهم إنه يستلموها. طبعا يوم أمس أيضا بحديث جانبي قدرت أنه أحصله مع السيد عبد الرحمن الجزائري قيادي في حشد وزارة الدفاع، تحدثنا أنه عن شهداء الحشد وحقوقهم وجرحى الحشد وحقوقهم. ذكر أنه إحنا نعمل جاهدين، السيد عبد الرحمن الغراوي نعمل جاهدين لتأمين كل حقوقهم. قال لكن للأسف ولشديد الأسف انه مسبقا كان الشهيد من يوصل لمطار المثنى اكو كابينه قريبه على مكان اللي تنزل به الطائرات واللي تجي العوائل تستلم اولادها الشهداء، كان بهذه الكابينه يستلمون المليونين دينار عراقي، يعني مثل ما نقول احنا اجور او مساهمه في اجور عزاء الشهيد. يقول بسبب الميزانيه وضعف الاموال حتى هذه المليونين صرنا ما نقدر نعطيها لذوي الشهداء، على الرغم انه احنا لحد هذه اللحظه الحشد الشعبي والقوات الامنيه تزف شهداء لحد هذه اللحظه ودا يوصلون الشهداء، لكن لا بالتالي ذويهم لا يقدرون يحصلون على حقوقهم ولا يحصلون على حتى هذه المنحه الماليه اللي ممكن تعين أهل الشهيد بالدفن وبعزاءه. وأيضا ذكر أنه يحز بأنفسنا أنه نشوف أولاد الشهداء اللي ضحى بنفسه وبجسده، نشوف أولاد الشهداء يعيشون أسوأ الظروف المعيشية وهم يعني ما قادرين يقدموا لهم أي شيء بسبب بطء الإجراءات الحكومية وقلة الميزانية. وأيضا موضوع نشوف الأغلب ذل العيش دفع بهم أنه الأطفال يتركون مقاعد الدراسة ويتوجهون لبيع الماء أو مسك التقاطعات لاستحصال قوتهم اليومي. وأيضا الموضوع يخص الجرحى، الموضوع يحز بأنفسنا. وإحنا سألناه بدوري، سألته قلت له هكذا هي كرامة الشهيد والجريح عندنا اللي دافع عني وعنك وعن كل إنسان قاعد ببيته آمن، بالتالي ابنه يبيع مي أو بيع كلينكس بالشوارع. لذلك يعني إحنا نأمل من بعد حديثنا المباشر مع حضراتهم ممكن تصير سرعة بالإجراءات الحكومية لحتى كل ذوي الشهداء يقدرون يحصلون على حقوقهم. طبعا من اللقاءات اللي البارحة دارت بيني وبين دكتورة ندى العابدي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة همم، سألناها عن هدف الندوة. خلينا نشوف لقائي معها يوم أمس. اللي حضرناها من داخل مؤسسة الشهداء اللي هي شهداء أحياء بيننا بحقوقهم، أحياء عند ربهم يرزقون. أكيد أنت مو بعيدة عن الشارع العراقي، وأكيد إحنا اليوم بدنا ننقل صورة عن الشارع العراقي أو تساؤلات الشارع العراقي اليوم. وحتى السيدة ناجحة عبد الأمير ذكرت أنه أعداد كبيرة من الشهداء لم يستلموا أيا من حقوقهم اليوم، ومثل ما ذكروا الضيوف اللي مروا وياي خلال البرنامج أنه أبسط حقوقهم وصلت إلى أنه أولادهم ينزلون للشارع لحتى يطلبون لقمة العيش ببيع الماء أو كثير من الأمور اللي هي مو من كرامة الشهيد أو أهله، ولا هو هذا رد الدين للشهيد للأسف. اليوم شنو الهدف من هذه الندوة؟
شكرا لك مرة ثانية ستلندا، تسليط الضوء على هذا الموضوع تحديدا بتغطيته إعلاميا. احنا كمؤسسة مجتمع مدني وأحد تشكيلاته هو منتدى همم للحوار المعرفي، نشعر أو ناخذ دورنا كقادة للرأي في المجتمع، اللي هو هذا فعلا دور المؤسسات غير الحكومية. احنا مو دورنا نجيب المسؤول ونحاكمه أو نحاسبه، لأن هذا شغل الجهات الرقابية، لكن دورنا يمكن يتمحور في جانبين. يعني الجانب الأول، احنا من الممكن أن نستفهم من المسؤول، نعرف ما هي خطواته تجاه حل هذه المشكلات المتصاعدة في المجال اللي هو يختص به. هل يتحرك باتجاه حل هذه المشكلات؟ ما هي الوسائل التي يضغط بها على الدولة؟ من جانب آخر، احنا أيضا نسلط الضوء على تحركاته عند بعض الإنجازات الإيجابية. احنا عملنا لبناء الدولة، احنا معضدين لبناء الدولة، ننتقد الحكومة، نقوم عملها إعلاميا، ولكن هذا الأمر كله يصب في مصلحة المواطن. من جانب آخر، احنا نعمل على حقيقة تقريب وجهات النظر أو ردم الهوة والفجوة ما بين المواطن والمسؤول. هذا التقارب من شأنه أن يدعم صانع القرار أو المسؤول، من شأنه أن يعني هسه اليوم بالندوة قدمت مجموعة مقترحات للسيدة رئيسة المؤسسة. أيضا النقاش صار مباشر، طرحت السيدة بعض الصعوبات اللي تواجهها المؤسسة، وهذا هنا يجي دور الحقيقة الشريك الرئيسي في الدولة اللي هو الإعلام، اللي من الممكن أن ينقل هذه الصورة لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وبالتالي توصل هذه الرسالة الاتصالية ونستطيع أن نستخلص منها مجموعة من الرؤى، مجموعة من الأفكار نزود بها صانع القرار، وبالتالي نكون احنا جزء من صناعة القرار اللي يغير المجتمع واللي يقدم مقترح. طيب، كثير من القوانين اللي منصوصة لخدمة ذوي الشهداء لكن لم يتم العمل بها بصورة صحيحة، هل برأيك انه مثل هذه الندوات او مثل هذه الحوارات تكون وسيلة او باب ندخل منه لحث المسؤولين على العمل بهذه القوانين بطريقه صحيحه وبصوره صحيحه؟ نعم بالضبط. تعرفين حضرتك، الرأي الحكومي لا يمكن ان يكون او لا يمكن ان يصدر قرار حكومي ما لم تكن هنالك وسائل للرأي العام اللي هو رأي الجمهور. هذه الوسائل المتعدده اللي تدفع باتجاه تنشيط الرأي العام للضغط على الحكومه لكي تستجيب لهذه المطالب. بالتالي احنا دورنا مسهلين او ميسرين، او احنا ربما بودقة نستطيع من خلالها ان نوجه الرأي العام او نشذبه او نهذبه، حتى لا تكون المطالبة بالحقوق مطالبة عشوائية ولا تكون هي تسقيطية ولا يستنزف الجمهور ويتم حقيقة تسخيره من قبل الأحزاب لضرب بعضها البعض. فبالتالي احنا كجهة مستقلة نشذب هذا الرأي، نهذبه، وبنفس الوقت نطلعه على الصعوبات، حتى لا المواطن يطالب بحقه دون أن يعلم أن هنالك حاجة إلى نبذ البيروقراطية، دون أن يعلم أن المسؤول قد يكون محارب، بالتالي ربما يعضد المسؤول، يشكل وياه قضية رأي عام تضغط على الجهات الرقابية أو الجهات التنفيذية باتجاه خدمة المواطن. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا رأي أو لقائنا يوم أمس مع الدكتورة ندى العابدي والحديث حول حقوق ذوي الشهداء والهدف نقدر نقول من الندوة اللي صارت يوم أمس من داخل مؤسسة الشهداء. حديث كثير دار بهذه الندوة وسمعنا كثير اللي طرحوا تساؤلاتهم عن القوانين اللي تخص ذوي الشهداء
بحسب ردود السيدة ناجحة عبد الأمير، ذكرت أنه هم يقومون بكل التسهيلات لذوي الشهداء ويحاولون بكل الوسائل أنه يحصلون على الموافقات، سواء بمنح قطع الأراضي الخاصة لذوي الشهداء أو الوحدات السكنية أو إدراجهم بالمقاعد الدراسية والدراسات العليا، ولكن يعني بسبب أيضا ضعف الميزانية أنه حتى البعثات الدراسية اللي كانت مخصصة لذوي الشهداء توقفت نوعا ما. وذكرت أيضا السيدة ناجحة عبد الأمير أنه هذه السنة ما يقارب 7000 حاج من ذوي الشهداء توجهوا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. أيضا من ضمن اللقاءات اللي أجريناها يوم أمس كانت مع الأستاذ قاسم الغراوي كاتب وإعلامي، وتساءلنا مع حضرته عن القوانين المكتوبة واللي قم بها البرلمان العراقي لخدمة ذوي الشهداء ولحقوقهم. خلينا نتابع لقاءنا معه. أكيد أنت تابعت الندوة معنا وشفت الحديث اللي دار أنه ما يقارب 10000 عائلة شهيد إلى هذه اللحظة لم تستلم أي من مستحقاتها. اليوم برأيك القوانين اللي موجودة، يعني أنتم كمراقبين للحالة السياسية والوضع بالبلد والحالة الاقتصادية أيضا، اليوم القوانين اللي تشرع لخدمة ذوي الشهداء وجرحى العمليات العسكرية والإرهابية، هل هي قوانين منصفة؟ تحية لحضرتك وتحية لجمهور قناتكم الكرام. الحقيقة يعني مؤسسة الشهداء تقوم بواجب كبير متابعة الشهداء عموما، والشهداء هنا نطلق على 3 أنواع من الشهداء: شهداء العمليات الإرهابية، وشهداء النظام البائد، وشهداء الحشد الشعبي. من خلال ما تفضلت رئيسة مؤسسة الشهداء، هناك معرقلات كثيرة في عملها يتصل بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث استعرضت يعني كثير من المنجزات اللي خاصة بالمؤسسة. هناك شهداء كثيرين وهناك قوانين وتعليمات خاصة بالشهداء، مع هذا يوجد هناك تلكؤ واضح في يعني القيام بواجبات تخص شهداء العراق عموما. الحقيقة من ضمن هذه المعرقلات الموجودة، مع كون التعليمات واضحة ومقرة بعضها من مجلس النواب للدورات السابقة، ومع وجود الميزانية الانفجارية في تلك الأعوام السابقة، حصل جزء من الشهداء على بعض الحقوق الموجودة، إلا أن في الوقت الحاضر هناك مشاكل حقيقية، هناك معاناة حقيقية بالنسبة للمؤسسة، من خلال لا توجد استجابة من المؤسسات أو الهيئات المرتبطة بالحكومة في توفير كل المناخ الملائم أو توفير الحقوق التي يستحقها الشهداء في كافة صنوفهم وأوضاعهم. إذن نحن بحاجة إلى قوانين فاعلة ومركزة تصدر من البرلمان حتى تكون ملزمة للحكومة التنفيذية. طيب، هي أكو قوانين حاليا مشرعة، يعني مثلا قانون 57 اللي ذوي الشهداء دي يطالبون بتفعيله بالطريقة الصحيحة أو بالمنحة الصحيح. المشكلة أنه يقول لك أنه هم دي يشرعون قوانين ودي ينطون قوانين، لكن يا أما يسوون بها التفافات معينة يا أما يتم العمل بها بما يتناسب معهم وليس مع ذوي الشهداء. طبعا يعني مؤسسة الشهداء أو يعني عموم المؤسسات في الدولة العراقية الحقيقة تواجه مشاكل حقيقية، يعني أنت حتى لو كنت مراجع طبيعي في دائرة عادية، هناك نجد البيروقراطية، هناك نجد التلك الواضح، هناك نجد يعني الفساد الواضح في الدوائر الموجودة الحقيقة. فمؤسسة الشهداء رغم ما تقدم الحقيقة، هناك يعني التفاف من بعض الشخوص أو استغلال بعض الشخوص لتفسير القوانين بالطريقة أو بالحيثية التي تتلائم معهم، بحيث يقومون بابتزاز بعض المواطنين. مثلا يعني على سبيل المثال، هناك قرارات خاصة فيما يخص توزيع الأراضي أو الوحدات السكنية أو الرواتب أو ما شابه، أو منح أو مقاعد الحج. هناك طبعا
يوجد فساد في هذا الجانب بحيث لا يستفاد عوائل الشهداء من تلك القرارات أو القوانين التي تخص حياتهم والتي تخص يعني حقوقهم المشروعة في هذا البلد، باعتبار قدمت عوائلهم يعني ما يملكون وهو دماءهم الزكية في سبيل الوطن، سواء ضد النظام أو ضد داعش أو من أجل حفظ الوطن. رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمرين بحلقتنا ببرنامج المكشوف، ومثل ما شفنا رأي الأستاذ قاسم الغراوي حول موضوع القوانين المشرعة في البلد. طبعا تظهر معي في الصورة جانب من ندوة يوم أمس للحضور والفعاليات اللي كانت من ضمن الندوة المقامة في داخل مؤسسة الشهداء. طبعا كثير من التساؤلات طرحت، وأكيد الأجوبة النموذجية اللي إحنا دائما ما نسمعها هم حصلوا عليها كل الموجودين. بالنسبة لموضوع التعيينات اللي تخص ذوي الشهداء، مثل ما المفروض عليه وينص عليه القانون أنه 10% من أي درجات وظيفية تكون موجودة لازم تكون لذوي الشهداء نصيب منها، لازم بكل مؤسسة بالبلد حصة ذوي الشهداء من 5 إلى 10%. لكن أيضا تم توقف بالعمل بهذا الموضوع بسبب أغلب المؤسسات، ومن ضمنها مؤسسة الشهداء نفسها من 2014 ما حصلت لها أي درجة وظيفية حتى تعين أي أحد من ذوي الشهداء داخل المؤسسة. طبعا يرجع هذا الموضوع لضعف بإدارة الدولة وسوء التخطيط وضعف إدارة واردات الدولة، وأيضا قضايا الفساد الكبيرة اللي دنعاني بها رغم كل شيء. اليوم صاروا ذوي الشهداء يعني بعد ما هو يروح ويضحي بنفسه ويضحي بحياته لحتى بس انه يدافع عن بلده ويخلينا احنا كلنا عايشين بامان وراحه، اليوم ذويه او اولاده او زوجته، امه، اخته، ابوه، بالتالي فقدوا الشخص اللي ممكن يكون معيل لهم، ممكن يكون السند لهم بهذه الدنيا وما عندهم احد غيره. اليوم توفى هو او استشهد هو، ترك وراء زوجه واطفال، ما عندهم احد يعيلهم، ما عندهم راتب تقاعدي، ما عندهم حقوق، ما عندهم اي شيء بهذا البلد، حتى حقوقهم بالدراسه تكون غير منصفه، حتى حقوقهم او فرصتهم بالعيش حياه طبيعيه تكون قليله، والا قليل جدا اللي نشوفه اللي استقر وعاش حياة طبيعية بعد ما فقد أبوه أو فقدت زوجها أو فقد ابنه بهذه العمليات. بالتالي تروح للمؤسسة يطالبون بحقوقهم، يوقفون بعز الظهر بدرجات حرارة 50 مئوية أو حتى بعز البرد بفصل الشتاء والأمطار والظروف الجوية الكثيرة اللي يعانوها حتى يحصلون حقوقهم، وبالتالي ماكو أي حقوق أو يجيهم الراتب قليل جدا، وبعد شق الأنفس يلا ممكن يحصلون على هذا الراتب، ناهيك عن باقي المستحقات، اللي ما عنده سكن، اللي ما يعرف وين يروح، لا هو محصل قطعة أرض، لا هو محصل وحدة سكنية، لا هو محصل بدل السكن أيضا بحكم أنه تعال قدم استمارتك راح تحصل 50 مليون، والاستمارة تنام بالأرشيف لو تنام الله أعلم وين. ليش؟ لأن ماكو فلوس إحنا ننطي بدل السكن.
لان بدل السكن ننطي للي واسطته اقوى، مع احترامنا للجميع ومع تقديرنا للجميع، لكن اكو ناس يقعون بمشكله عدم الانصاف بسبب الفساد، قضايا الفساد، وبسبب الرشاوي والمحسوبيه والمنسوبيه. ممكن كثير من الناس اللي فرصتهم بالحياه اقل ما حصلوا على هذه الامور، لان واسطتهم الوحيده هي رب العزة والجلالة فقط، ما عندهم أي أحد آخر ممكن أنه يسندهم بهذه الدوامة الكبيرة اللي وقع بها الشعب العراقي، بهذه الدوامة اللي خلتنا ما نعرف وين نروح وما نعرف ويا من نحكي، خلتنا نشوف الضيم من إحنا صغار وكبرنا بهذا الضيم وتطبعنا به وصرنا ما يأثر، أو ممكن نموت جزئياً بحادثة يحكيها إلي أحد الشباب قليلي الحظ وقليلي يعني نقول اللي واسطته الله، مثل ما نقول وصل اليوم الشاب العراقي من الضيم ومن الفقر ومن التعب اللي هو بيه ومن الخوف من اللي عنده واسطة قوية، حتى اللي يتجاوز عليه بالشارع يسكت عنه. ليش؟ لأن يقول أنا يا دوب لقيت لي قطعة أو بيت بلوك قعدت بيه بمنطقة عشوائية خليها ساترة على أهلي، أنا ما أرد على أحد، مو خوف منه بس خوف على أهلي، لأن ما عندي أحد يسندني إذا أنا طالبت بحقي، ما عندي واسطة قوية. فعايف الموضوع على الله، لأن إحنا فقرة ولأن عشنا الضيم ولأن مستمرين بالضيم ولأن ما ندري حيتان الفساد ليش وقت مستمرة تنهش بينا وتنهش بخيراتنا وتنهش وتاكل كل شيء. ممكن احنا نريد ما نريده كله، نريد جزء منه حتى نعيش العيش الكريم. طبعا من ضمن اللقاءات اللي قدرت احصلها وبشق الانفس يوم امس كان لقاء وخمس دقائق لا يزيد عنها مع السيدة ناجحة عبد الامير، خلي نتابعه وياك. أن تكون بضيافتنا رئيسة مؤسسة الشهداء الأستاذة السيدة ناجحة الشمري، أهلا وسهلا. أهلا بكم، قناتكم المباركة وبرنامجكم الطيب. شكرا لك سيدتي الكريمة. احنا الآن راح نطرح على جنابك الكريم، ويعني نعتذر لضيق الوقت أيضا، لكن راح نطرح بعض تساؤلات الشارع العراقي وخصوصا من ذوي الشهداء بهذا الموضوع. كثير ما وصلتنا أسئلة واستفسارات حول قانون 57 ولماذا لم يتم العمل بهذا القانون حتى الآن. شكرا لكم، تحية لكل مشاهدين الكرام، مشاهدين هذا البرنامج، تحية لكل ذوي الشهداء ولكل أبناء الشعب العراقي الطيب من خلال هذا المنبر وهذا البرنامج. يعني أستغرب كيف يوجه هذا السؤال، هل هذا من شخص واحد أم من شخص معني بشؤون كل ذوي الشهداء حتى يسأل هكذا سؤال ويقول لماذا لم يفعل قانون 57 لسنة 2015؟ الآن كل بنود القانون مفعلة، شمول الشهداء اللي الصادق عليهم لجان التعويض في المحافظات في الوزارات، بعد شمولهم بالقانون من خلال لجان التعويض صادقها القاضي، يأتي القرار إلى مؤسسة الشهداء، ومؤسسة الشهداء تعمل على نظام الباركود لإعطاء الراتب التقاعدي والمنحة اللي هي منحة الفاتحة، ويستحق ذوي الشهيد التقديم على قناة الشهداء سواء في الحج سواء في الدراسات الجامعية العليا والأولية، أو يقدم على التعيينات 10% المقررة بالقانون في الوزارات الأخرى، أو يحتاج إلى تأييد في التعيين في وزارة معينة أو نقل أو غيرها من المسائل. كل هذا العمل تقوم به المؤسسة لشريحة ذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من خلال دائرتنا اللي تشكلت في عام 2016 شهر الرابع، دائرة شهداء ضحايا الإرهاب، والدائرة تعمل بكل ما تتمكن من خدمة عوائل الشهداء. ولهذه الدائرة أقسام في كل مديرية في العراق،
كل محافظاتنا بالعراق لها مديرية للشهداء، وفي كل مديرية قسم خاص لضحايا الإرهاب. فالقانون مفعل في كل المحافظات، وما يعوقنا إلا دعم الحكومة. مثلا يستحق عوائل الشهداء وحدة سكنية أو قطعة أرض أو بدل نقدي للوحدة السكنية. هذا إذا الدولة هي ما وفرت للمؤسسة هاي الوحدات السكنية، أو ما وفرت القطع الأراضي، أو ما وفرت تخصيصات مالية، من أين تأتي المؤسسة وهي فاتحة يديها ومطالبة بحقوق ذوي الشهداء إلى الجهات المعنية اللي هي الحكومة، وزارة المالية ومجلس الوزراء؟ يعني نقدر نقول العائق الحكومي هو نفسه اللي أخر مشروع إطلاق أو بناء الوحدات السكنية لذوي الشهداء. مو العائق الحكومي، هي الحكومة من عوقها. إحنا مرينا بظروف صعبة جدا، بظروف أخرت المشاريع الخدمية، المشاريع الاستثمارية، المشاريع التطويرية. واحدة من عدها هي الخدمات اللي يفترض أن تقدم لذوي الشهداء، وذوي الشهداء ينبغي أن تكون لهم أولوية في العراق. هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم رخيصة وقدموا دماءهم للعراق، فينبغي على الحكومة أن تولي اهتمام كبير لذوي الشهداء تثميناً وإكراماً لدماء شهداء. طيب بنفس الوقت، يعني هذا سؤال أخير، يعني حتى الضيوف اللي مروا علي بالبرنامج ذكروا أنه، وأنت أيضاً جنابش الكريم ذكرتي أنه ما يقارب 10,000 عائلة شهيد لم تستوفي أي من حقوقها، وبالتالي أنه أولاد الشهيد اللي لازم تكون هم بمكرمة ولفداء والدهم اللي ضحى بحياته لأجل البلد، هم بأمس احتياجات العيش الكريم. اليوم هنا دور المؤسسة باحتضان، أو خطط المؤسسة المستقبلية لاحتضان هذه الأعداد، وخصوصا أن العمليات العسكرية إلى اليوم دائرة في البلد. عزيزي، مؤسسة الشهداء لم تترك جهدا طيبا ما سعت به لاحتضان عوائل الشهداء. اليوم عوائل الشهداء بكل أعدادهم، مو عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، الآن يبلغ عدد الشهداء 226,000 شهيد مصادق عليه في لجان التعويض. المؤسسة تعمل جاهدة في احتواء معاملاتهم، في احتواء قضاياهم، حاجاتهم، معاملاتهم التقاعدية، معاملات سواء قطع الأراضي أو بدل نقدي، تعيينات، قبول في الجامعات وغيرها من المسائل اللي يحتاجوها. المؤسسة تعمل بكل جهدها منذ أول الدوام إلى نهاية الدوام، بل الكوادر المتقدمة من مدير عام إلى مدراء الأقسام يطول دوامهم إلى الساعة 6 و8 مساء من أجل خدمة هذه الشريحة. وبالتالي عندما نجد أن المؤسسة غير قادرة على الاستجابة في أي جانب معين، تبدأ مخاطباتنا مع الجهات الحكومية المعنية، سواء وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، مجلس الوزراء، وهكذا نحن نحاول معالجة قضاياهم عن طريق المخاطبات أو المقابلات أو الزيارات للمسؤولين. شكرا لك وشكرا لوقتك ببرنامج على المكشف. أهلا وسهلا. شكرا لك. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا لقاء يوم أمس مع السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، وشفنا أجوبتها علينا حول تساؤلات قانون 57 وحتى الخطط ممكن المستقبلية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة لذوي الشهداء، وأيضا لجرح العمليات العسكرية والإرهابية. احنا بدورنا يعني مشاهدينا مستمرين بالبحث عن اجابات، ونحاول باي طريقه نوصل صوت المواطنين
للمسؤولين، ونحاول بأي طريقة ونعمل جاهدين ونلاحق كل شخص ذو علاقة حتى نقدر نقدم شيء لخدمة سواء الخريجين أو الشهداء أو أي شريحة أخرى بالمجتمع. احنا مثل ما شفنا كلام السيدة ناجحة عبد الأمير وذكرت أنه بسبب العائق المادي أكثر شيء من الميزانية وغيرها من الأمور، وإحنا نشهد أيضا بالأيام القادمة دراسة أو وضع خطة الميزانية المقبلة لعام 2020، ومثل ما شاهدنا صار لغط وحديث والتسريبات حول موضوع أنه هناك عجز كبير في ميزانية عام 2020، لكن بدأت الحكومة تنكر هذه الأخبار وهذه الأحداث. احنا راح ننتظر الأيام المقبلة ونشوف شنو آخر الأخبار اللي ممكن تصير وشنو الأمور اللي ممكن بعد ندوة يوم أمس. ومشكورة مؤسسة أو منتدى همم على إقامته مثل هذه الندوات التوعوية أو محاولة إيصال صوت المواطن البسيط إلى المسؤول وذو العلاقة، وحكم أنه كانت ندوة يوم أمس عنوانها تحمل عنوان الشهداء أحياء بيننا بحقوقهم، شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. احنا راح نظل يد بيد مع كل شخص عنده حقوق بهذا البلد، ونحاول وياه لآخر أو نبقى وياه لآخر المشوار، وأكيد راح نكون معهم من الساعين باستحصال كل حقوقهم. مشاهدينا نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله نلتقيكم على الأسبوع القادم في أمان الله.